متحدثنا هو من ضمن أكثر 50 شخصية مسلمة أكثر تأثيراً في العالم. هو أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر. هو مفتي الجمهورية السابق. هو أستاذنا ومعلمنا جميعاً. إحنا بنتشرف بوجوده معنا. وهو ضيف شرف اليوم. بنطلب من الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير لإلقاء كلمته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً لمعالي الوزير لهذه الاستضافة للالتقاء بهذا الجامع الطيب في هذا المؤتمر اللي بيبين تكاتف المجتمع المدني مع قطاع الأعمال مع الحكومة في مثلث لنفع الناس. نريد أن ندفع بهذه البلد وهي تستحق في أعناقنا أشياء كثيرة إلى الأمام. قضية التكنولوجي وقضية المعلومات أصبحت هي الخطوة الأساسية لدخول بناء حضارة جديدة إن شاء الله نحن قادرون عليها. ولذلك فأنا أدعو إلى المساهمة بكل إمكانياتنا لدفع هذه العجلة إلى الأمام. هذا أمر يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى خبرات ويحتاج إلى علم، وكل هذا متوفر عندنا، ويجب علينا أن نحسن تدبيره ونحسن الدفع به. هذا النظام الذي نسير عليه في المجتمع المدني يجب بعد بناء النموذج أن نحاول أن يشيع هذا النموذج حتى يتفاعل تفاعلاً قوياً. حتى الآن نحو 46,000 جمعية، الذي يعمل فقط منها لا يزيد عن 10. و46,000 جمعية منها 26,000 جمعية سجلت في الأعوام الغريبة التي مرت بها مصر لأغراض أخرى ليست هي الخدمة الاجتماعية وليست هي تقوية المجتمع وليست من هذه الأغراض نفع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجمع قلوبنا، فإنه لا يجمع تلك القلوب إلا الله، وأن يؤلف فيما بيننا وأن يزيل هذه الحالة من البغضاء والشحناء ما بين ما هو أقل من 3% من المجتمع وبقية المجتمع. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائماً في خدمة الناس. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفلاح إنما هو مرتبط بالنية الصادقة، إنما الأعمال بالنيات. مشكلتنا كثيرة ولكن أظن أننا قادرون، هنقدر إن شاء الله. شكراً لكم.